شباب وشابات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من السيري اللي طالما طلبتوها فهمني برشا طلبات ديما يجيو يقولوا لي أي وقت ترجع لنا بالشيء هذا فهمتني. اليوم معايا الغني عن التعريف أخوكم اللي هو التوب لينر نتاع الاس بي ال، شفناه عمل بيرفورمانس حلوة ياسر في آخر تورنوا الجيمرز فيرست كورونا اللي ربحوا فيه هما الفيرست بليس. سي ليو، مرحبا بكم. حبيبي كثير فيش وشك وينك يا خوي؟ صباح شو الجو؟ هاني. الحمد لله انا عايشي. يا النوم يا البي سي ان شاء الله. لا نعم، نورمال، مو فرحان اكثر، حاسكم التيقر كيف مازال ما وصلوش الفلوس ولا ما زين؟ وانا نستنى مش مشكل، صار ان شاء الله ما نصبروش برشا، ان شاء الله ما يكونش ان شاء الله. امتحان نتاع صبر الشيء هذا. ايه ليه احكي لنا شوي على روحك، الباك جراوند نتاعك في اللول، كيفاش بديت؟ بديت اللول عندي بريسك 7 سنين هكاك، ايوه بديت في الكومبيتيشنز وكل متاع تونس. تنش تقول ما بين 3 سنين التالي، 3 سنين عامين ونص. أول تورنا وقتي لعبتها مع كيب اسمها ريفورمت فالاوت، صحابي اللي قدوم ديجا معهم صحاب حتى التو كاتو دان يلعبتهم مع ستات بيدو بير قص رايناين. أنا مع جي ان جي وزيرون كيف كيف زيرون لحية للري زيرون سيبورت حتى باكس وقص على اللول. يعني بقيت انا كنت نلعب ميد قبل، توا ترانزيشنيت للتوب. هاي وعلاش ترانزيشن هذيا؟ خاطر شفت الحق فماش برشا يعني تو بلاين بلايرز في الكومبيتيتيف سين معنا في تونس. قلت برا خلينا نجرب الفرصه. ايه معقول معقول. وحكينا احنا كل مره كان في بالكمش ديجا احنا ريكوردين حلقه ما جت منيكه فهمتني. شو كنا نحكي احنا وقتها؟ اي على التشامبس، على جلاد وسايلس. علاش هذو مزوز؟ هذا مزوز خاطر نشيخ عليك الشامبس اللي سستين واللي هيلو برشا في اللين. وتحس مزوز عنده زاد نفس البلاي ستايل، زوز يسكيليو يعني في ايرلي جيم وتحسهم تعبين شوي. كول داون طويل على الهيلينج وكل شيء، كيف ما تشوف قاعد على سايلس 14 سكوند كول داون تاع دبليو وحاله والايم تاعه ضربه ضربتين، اما من بعد بشوي بشوي يولي شامبيون. ديجا شفنا الشيء هذايا في كل جيم الثانيه، ثم فايت وقتها كان ذكروا اللي صار بحث في الميد لين وقتها مشيره دريك. ما يموتش وحش نتاع سايلس ما هيل كل 4 سكوند تحصيله دماج بغلي. وذاك علاش احنا باش نلعبوا سايلس فهمتني. باش ديجا عملت جربت شيخ نوريكم لما حل الماتش هيستوري نتاعي يمكن يحشم شويه ما نسيتش. كلنا وخيان لهنا نو جادجمنت زب هاك كيما تشوفوا نعمل في ضربات سايلس فهمتني. بون برشا باي على الاخر بديت تفهم شوي في الليمتس نتاعو كلهم في جست كما قلت لك انا وقتها اللي ما مستانس ياسر ايرلي جيم تشامبيونز دونك مع سايلز كما كان يحكي لي وبالحق معناها الايرلي جيم ياسر تراش نتاعو دونك لازم تتقبل ياكل برشا مانا زاد ياكل برشا مانا. اكثر مشكله فيه المانا سيرتو في الايرلي مانا لازم ما تسباميش الدبليو والايم تاعك برشا تحاول تفرمي ترونكيل. هو حسب ما نشوف يعني ديما الباور سبايك بتاعه كي توصل ليفل 9 ليفل 9 وقت كي تمكسي دبليو 5 مرات وتيح برشا الكول داون نتاعو. ديجا في الليفل هذاك تلقى عندك بروتوبيل كي تبدا جاوك مريجل الكل يعني مفرمي ومشيك متكامبي الكل تبدا يعني. عندك بروتوبيل وليفل 9 نتاعك بالرسمي تولي شامبيون وحش. ديجا انا عرفت كلي برشا مرات جست باك من بعد تيليبورتي خاطر ما عادش عندي مانا ولا كيفاه. صحيح هذيك مشكلة. Your account has been... يا رسول دخلت بكونت متاعي لحظة برك تنقصها في المونتاج دي المدام ويحلى في التي اف تي النهارات هذوما باهي قعدنا مرة اخر. ليه الزب ما تقولش انا كنت فيه. ناند نكنا هاي ما كنت داخل نعب في البرومو متاعي يظهر لي طو معنا تحسبت واحدة منهم دوج مش برومو هي وين هي اي تحسب دو... تحسب دوج هاي برا ذي مال الحاسمة لازم نربحوها معنا هذي مش شوف الحاسمة يا تحت كاسبيال كيني معنا هابط هابط هذاك مزوغي راه بالله
ستاك في الجولد فور يظهر لي حتى هو. والله احكي لنا شوية على سايلز، كان تعطينا التوب 3 ادفايسز نتاعك. توب 3 ادفايسز تحاول تلعب لماكس سيف بوسيبل، معناها حتين هيتي ليفل 9 كيك كي يبدا ماتشاب صعيب كونتر بروزر، خاصة يبدا كونتر كرينيكتون، يبدا كونتر داريوس، يبدا كونتر كاميل جاكس ايريليا، تحاول تلعب لي ماكسيموم سيف، تبقى تفرمي كان بالكيو وتلقى اوبورتونيتيز يعني بشلاستيتي بالاوتويت ولا حكايك تحاول. اوكي كان جا عندك جانج الراجل على الاقل يعاونك باش تستومبي، شفت يهز سايلس يعني ليد صغيره من الاول نجم ترانزيسيا هيوج على الاخر. ساعه نشوفوا الرونات قبل ما نكمل نحكي، هذا هو متاع المره اللي فات مره هذه هاك حط ارمير مادام كونتركسات في بلاست سبات، حط بسكوي خاطر رحشك باش تستيني لي ماكسيموم تاع خاطرك. ولي تحت كره بسكوي كره هذيك رجلين هكا هكا رجلين بيرفكت. وكيفاش نتصرفوا معاه تو في الليل السيد هذاك؟ كونوا حذرين تبقى بالعاده اي فرمي بالكيو وقت لاستيتيك وشي. وشفت كل ما يويستي الدبليو متاعه تحاول تعمل معه تريد صغيرة، كل ما يجيب الدبليو متاعه في الهواء يحاول يفرمي بها ولا حكاية اكت خبطها شوي وتوخر. بيه كتشوف الكومبس هذوما يعني متاعها معنا شنو ال في تيم فايتنج هم اقوى برش التيتهم الكل اي وي دامج كي تشوف زيك زي يضربكم الكل فيدو اللي يضربكم الكل ديانا يضربكم الكل جرفان الكل سيت الكل نجم نقول تنكنا امور درافت مع امور تيم فايت وقت اما كتلعبوه بصحيح تسبليتيو كل صفا خطر ساتي تي سايلس يا وتسكيلي سات وديانا اي جيس بانتيون يجيبها في السايدين كي يزعلها ادفنتج صغيرة دونك نحاولوا نجتنبوا معنا التيم فايت قبل النجم. وش عندك زاد التيات باهين باي ذا واي كيف الماء الكلهم حتى هم يعني تهزهم اي وي دامج. باه شنو نشري وي؟ كوربتن بوشن وردة. الجيم هذي باش نبدو اول ايتم سيكرز تاعك نص الزونيا فيسك تلعب كونتر ادي وزاد الجنجلر ادي. باه بعد ندخلوا في الكور ايتمز هما بروتوبيلت واللودنز ان شاء الله ما يبقاش افكا فارم نونو برا تراهم حابين ينفيدو برا تبعهم يلا سير احنا حلوا او اطلع مش ورج او اطلع مش ورج مش راجل كول او الورد برا وانا انفيد برا هو برا اي 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 نايس هاك دبرت ستاك من واحد هذا بيقدر بداية حاول ما تنكيش مع حد شيء خليك له دمج كله معه بربرا ويب تنكي الكعب مش مشكل مش مشكل ويب ايش صار؟ مشيك تدخلت على كعب يظهر حتى كعب بشي يضيع عليك لا كعب الله سفين كعب دخلت قلت لي هاك بديت ستاك من بكري اي ستاك متاع presence of mind ما هو تعطيك 100 مانا زايدة اوكي تبقى لك على تو تجيب 5 ستاكات 500 مانا زايدة ذيك الماكس متاحهم بعد على كل كيل جيبها ريفاندو لك المانا بالزايدة به دونك هو حل الدبليو متاعه الأولى كاول لاستيتي انت واخر جس لاستيتي وكاول طبعا كيبوش عليك اي قص قاعدين جاي هو حبي فرصه انه تجي برا يلا جيبها فيها هاي برا عندكم برا تويت دبلي 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 اش قولك كان خلي الويف تبوش عليا شي تي بي هو نروح خاطر بشي تي بي يب كالا ابقى خاطر كنت تروح تو باش تخسر مش عليك انا قاعد تهز في
الويف كمل بوشي الويف هذه معناها تك تك و... مش مشكل فارق بوشي يربح اكس بي. يظهر لي استنى الويف كم... جاي كانون هي كمل الويف هذه الويف جاي كانون حاول تك تك هذه بوشها و... يظهر لي ما مع دبليو تنجم راه دبليو عليه استوى وقت هذاك شوف لاشي باه مني تبيك مني 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 تبيك اوكي عنده عنده بدا ما عنده شي دبليو جو كمان هيا هيا انت هاي هاي تو بينجي لاي بوشي معك تاني نجم خطر جاي واي فخر الدنيا اي برا برا بوش الويف دي تك تك ستة وتنجم تجريسي عليه راه عنده شي فلاش و... وعندك انت برشا مانا تو خاطر فيسك دبر ثلاثة ستاكات ثلاثة كيلات ثلاثة ستاكات هاك احلى جو ديما حاول سبامي الزاد عليها كيو زاد وتويت نبدا نتستي الليمت سامة لحظة مني اعطيه اعطيه الزاد واوتو واخر بي برا برا فرت عليه تو تو فرت عليه اتاكيت ما تبداش بايرا في صح شفتي ويت الدبليو اعرفها فشورة نعمل طلع على سكات زعما على الريفت الريفت اه ده اه ده حاول تجاهها اه نجم يجيب التو بكر واخر كيتي للميل دبليو 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 اه لا جا المعلم انا ما هاي حاول تيش كيكي جيلي ديما حاول اهرب لين يرجعوا لك السبيلات بتاعك يعني ما تبقاش تضرب باللوتو اتاكس خاطر ابي تشامب انت هذيك المشكله خاطر مش كثير تزيد شيء كانت تضرب باللوتو اتاكس برا ترى توا سبات تيليبورتي برا تنجم تطيح بلايتوات اي ماكس يلا دوك تستعمل سبيلز نتاعك تستعمل باسيف من بعد تقعد تشوف اخرى نايس مشيت لك على الاخر باهي على الاخر سو فار ديجا كملت ستاكيت افرز ساعات كنت نبدا مثلا تبدا عندي ويف كبيره تحت توريت كنت شفت تقعد نضرب التوريت نتاعو بالعانب شو يسوى تاكيني واللي ومنيز يضربوا فيها اسم حاجه باهيه ولا كنت تكشف كيف عودي بالضبط اللي كنت نلم ويف كبيره ونبدا تحت توريت ساعات كان لي نحاول نفرسي باش يضربني باش هكا الويف نتاعي تولي تضرب فيها باش تضربها هو هز لي جرمان قد رجع نايس ترى موت راجل على الاقل هكا فايتيت وضربت حاول تحاول قبل كل شيء لما حالك كان يستعمل في الغرب نتاعي وكنت تمشي ما احلى قول كيفاش تحاول تدجي كيو نتاع جرفان بالاي كيف تمشي مثل شو هو ديجا عملها لنتي في الفايت اللي فات دونك كول داون جست دجي لها الاي كيو شنو شنو كعبه ما اش بي هذيك برا 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 ما عندهاش كيو حتى انت كريتي بالباه تحاول جست تجي لها الايد صح كم شيء سي كم شيء سي عندك كليم فاكتور ترجع لك على قريب مو ما عندك شيء دب امشي له امشي له امشي له صافش منه وردي بري عندك كيف شيء سي كيف شيء سي كيف تاك على قريب دبليو زعما خير من الاول ماي كيو سلو دبليو دبليو مش مشكلة ترى برا بوشي هذه الماكس
بينج بينج الفلاش نتاع بدا ما خسر فلاش باش تعرف تيميت. كنت حاب نسلك غادي مثلا اذا كان يبدو عندي الدبليو والكيو نتاعي حاضرين، اسكو مثلا نحط الدبليو من الاول باش نحصره معناها في بلاصه وبعد نحط الكيو؟ دبليو رينج تاعها صغير، هذيك مشكل. ماذا بيك تعمل الكيو قبل باش تسلويه بعد تلحق عليه بالدبليو. حاول عاون امشي هي كلها ابلع برا وقيل كيليات برا عندك تقريبا جسد ما عندك شكل ما عندك شكل زينات مونتات سوى دوره على الاخرى بدل تنجم دخلت على تنجم طيح حتى تورا قال هذا ما زاد ما عندك تي بي بوشي 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 ديانا 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 جرب حاتي معاها. تنجم عندش اري وصل قلع الاري متاحها وكان عملت هي غلطة عليك تلاهي تنكز عليك بدا اضرب بالكيو انت كيف بيتها ابقى بحذاك تجيب كيف كيو مش هي تنكز تنكز تغلب هاي صحي تبرد كيو نايس دبليو تو نايس اهلا جاك جرفان جاوك مريك جاوك يلعب تانك كمل على روحي دونك تصور بينجي نونو بينجي نونو هيلب بالك شي جي تحاولوا تجيبوا طيش بينكا لنا هكا لا ماذا بيك بينكا تحطها ديما من شيرتك حط وردة عادية غادي وبينكا من شيرتك اسكو ولا هاوس برد شد شد لما جرب انا معك انا عاونك حتى اي عاونك موت معك خطر فيهم شلت كذا هاي بقى حاول بيتيوم ترى اي بقى بسيطة عاونك اي بقى شوف ترى كان لما ترجع برشا بالزيت هرب هلا اي هيا هيا اوكي مو مات وليت به انت في حكايه الاي الثانيه وليت ديما تخرج فيها وديما في مخ يعني فما اي ثانيه واما المره هذه نحبك تكون بيشنت اكثر حاول ما تمسيهاش الغلطات الوحيدين يعني نحسك تسرع في الاي حاول جاب كلوزي على الاخر باش ما عادش تفيلها جمله حاول هز زادي وسل داي مشكل هز الالتي متاع عالمياتك وسل كان يجي معك نون انت ايش ترجع لي باي ذا ترى برا هيلي هاي لا لا مكمل هي هي اوت هي اوت مشكلة ايه العبرة في المشاهد هكذا تشتري بلاستنج واين تو نايس كوبر ديجا وقيت احنا ما نجم تليبورتي لهذه كان فما حكاية صحيح ماتوا ماتوا زادوا باش يسجد داون على الفانتي ما معدش هو ماتوا الكل زي الكنجي ايش بيه؟ كمل لنا يا فادي بالله ولا تشتاف بوش هيدي اوف ميت فمش ورد من التالي ولا حكاية تجيب على كيل سينو تي بي تي بي تي خاطر تورت وان امبورتنت برشا اعطوهاش فور فري ما شاء الله بنتيو تنش تطلع باش عندها هيتامات سات يضرب شوي سات نقول لك ناش يعني تفيدك في مكة مك الفايف بليتس يهزم واحدة في التوب اللي ما الحيت بايت انا مشي توب انا اعمل طلع على البلو ترى خلي ورده فم جي سات تبدا يحوس في الجاكل نتاعكم اوكي تنش بوشي هذيك وترجع بلوتا جرب مات زاد براند مات تيبا برا برا سيد
عندكم جارفان ميدفيدي هم not a big issue ماشي تانك خا لا update transition يادي ما رد بالك لو على الاخر حاول هز حكيه هز كراكس كان فما مش تكمل هز الموسيقى نعم تنشي ما ياجي ترى ربحوا الفايت زعموا ولا ربحوش ماشي مليح حسن هيا هاي جوهم بيه حتى انه نهرب ايماجن سيتي شي سيلكينو اكس اكامات امام وات حتى من اسمه مات بانتا فيلا دوجي تو بشي جيبه من دوزيو كان عملها زيد شهر باخير باي ذا واي نونو هاي سيباس عندك تي بي مش لودنزيكو لودنزيكو يلا باه نجروبي ولا نحاولوا نسايد لينيو ماذا بيكم تجروبي تو خاطر عندك فيد الالت شنو نعمل بيه حكاية كانت مش بترك مش شيء بدل شيء حقه معتوه هما يترولوا بادي البوت لين بتاعكم دونك ربي معهم تو تو بشي زبط حاول نجيب هذاك هاي باش لا تعيش فيو سيتك جوز حللت ياك ايه بانتيوز تو بشي زبران سيمس باكي باكي ترى اوكي بك حاول تليبورتي ولا حكاية انا عندك بينك وورد فهم ولا بس لو على البر ما نحاول نعمل حاجة غادي ايه الري يولو من بعيد العبها لعبها سلو على الاخر حاول هز التي زيجز وطيش عليه ملتي زيجز بلكش حتى تستيلي بيها البارون ولا حكاية ترى برا ترى برا هاك شو برا برا تو 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 ليش في نونو خايف الزح يلعب نونو ورا جربوا يوس ما يجيبه فلاشا مشكلة التيم تاعك بشكل امور فايتوات وكل في الحالة دي شنو ديجا براند عنده ولتي وما حبش يخرج شيء غادي يعني وكل كانوا ملمومين بحدا بعضهم كنت تجيبوا تعملوا حكاية نكمل زونيا ولا نتعدى الشوز؟ كمل زونيا اي جس دام برشا عرك اشري ستوب واتش ديريكت بلكش تفرسيو فايت ومستحسن ما تفرسيوش فايت خاطر عندهم بارون اما تيميتس متاعك حربي لازم تكون حربي معاهم يلا ما المشكلة هم اقوى في تيم فايتوات ذيك المشكلة هزوا برشا كيلات من الحيط ترجعوا في الجيم فيدل وزيجز وديانا و... نجم تفارع معاه سيت 1 في 1 تش عندها هيتامات عنده بوترك بلاك ليو اي جس نجم نجم اما ريسكي شوي بس تلعبها سلو اس فاك نبوشي توب زعما من بعد اي بوشي توب عندك تي بي عندك تي بي كان فما حكايه كلك هاك تيليبورت هم حابين يفايتوا سي جي وقاعدين بسيكس بيكس يفايتوا مش الغاز اتنج بطر مع فانتيا مغادي نايس التي ديانا التي ديانا نايس نايس زونيا تجيب دبليو عليه هذاك كان بديت بدبليو في بلاس الايرك جبته تضغر الاخرى ديريكت بدبليو مش خايبه تيم فايت خاطر راني قلت لك تيم كومب ايه هما اقوى والتيم تاعك تحب تفايت تي برش الزح مش من ريسبكتيو فيه انت خاطر ريسبكتيت شوي وسبليت بوشيت اما التيم ايه او خلف شي يعطيهم لنهيب عاطي لنهيب هذاك الحل ابه كيفاش تحط نتاعنا طو حسب السكور بورد تلعبوا على البيكيت بالنسبة تلعبوا على البيكيت عندكم بانتيون عندكم نونو عندكم براند برشا سي سي متاع وان تارجت فهمت حتى جين الكل عندكم يعني وان تارجت سي سي
حاولت ست بي وبيكات ديجا عم قتلوا سات هم عم ضلت يجيبوا زيك زاد هي برش هي برش داون زاد يب اك بوش الميد مدام عندك سوبر مينيز اكثر اس اكس بي برعونا معونا بس ترى شنو سوى انا كبشي باهي نايس هز لي التيم تاعها ارجع الفيدل فيدل فيدل مات نيفر مايند انا مشي توب جاك هزيت شت داون باهي لانه تحاول تعمل عليه اي وتشدها باير وبعد جيب بال نايس 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 مات مات رجعت الفلاش اظني في بالي ما عنديش فلاش باي ذا واي يا اخي مش عملها الفلاش بكري شوي فايت اللي فات ما تبعش برشا انا السامنرز مازلت ما عنديش لازمك لازمك تتبع حتى بكري معنا وقت قتلي قلت جربان ما عندوش ما تبعتهاش لازم لازم تايمينج حاجه كبيره في اللو ترى كليكي اون تري خلصت كارني كان عاد نس الاير نورمالمون نحيها الولد نتاع جربان ولا اي اها ديجا عندك زونيا كنت نجم حسيتها يوسف ترى نجم تو نبدو كمل بوتس يا اخو سورس ميركس 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 تم عندهم برشا في يشحت شنو نزيد تو ما نزيد شيء ابدا العب على رباضو تو باهي هذه حلوه برشا هذه مرابحين الفايت كمل كمل شنو ما انا كنت فريز تنجم تهبط بوت باي ذا واي حاول كلير هذيك ابو شاب بروتو بيلد وهبط بوت ولا نيفر مايند صعيبه سات بالي مشي كمل عن برون برا مع برون خاطر سات حبي تيليبورتي تورا هكا ديجا عندكم على فيجن بالكم برا قال لكم حاول قال لكم انا كنت بالطاق تنجم تعملها اللي انت على زيك غادي تخليش يعمل هكا بر تربي مستي لها شنو هاي سنة بيك من سيت كمان روح ايه عطيه كيو عطيه كيو سكوي يجا سيدك مرة بل دونك تعيب هيا برومو هيا نسيت والله نسيت نسيت الجملة ذاك برا ترى كمل هز كراكس هز كراكس كراكس برا هذا ما كراكس ها اي كراكس في بالي جايني ولا كذا نجيلهم بشي باكي وكمل كراكس و ويقسم على الباك متاعك كمل زعما قطعة أخرى من من ندلس لي لوجود بنجم مش بدات تجميع برا معاهم برا دايما حابين فايت عالف البارون هاي تو فايت اني ورد غادي هز لي سكوتات يا تاع ولا ديانا اللي يجي هز لي يجي هز برك امشي ايجا ايه باهي برا صحيت توا ترفع الجيم هاي صح جيجي اند سيما عندكم ترى نرجع من لا جين مات مش مشكلة عندكم 30 سيكوند توب في نايس جيجي هاي قلت عرفت قلت روا اخلط يا المزوغ يخلط يا نوب اخلط فلكسيو عليهم شوي صح باهي جيم حلو اوكي سيرتو لاستين فايت مشاكلين على صح جيجي باهي نايس اوكي نرجع دونك للاستوديو التحليلي نرجع اون بانثيون حسيت يعطي حتى نونو مستنين واحنا وعدنا نونو بالبيت بالرسمي شي خاليهم جنجرز هيك مش خاص كان يجوني في كل طرح رخا قول له
باهي، نحكي شوية على الأغلاط اللي عملناهم في الجيم هذه. شنو حسب رأيك شو عملنا غلط؟ الغلطة الوحيدة اللي اسمها يعني لاحظتها وديجا صلحتها انت في الاخر يعني، ولا ديما تولدي في الايم تاعك باش تجيبها يعني ما تحاولش تمسيهاش، هي يعني كي مسيت من الاول يعني شوي ايات ومش قاعد تولدي فيهم وكل طيش كيف ما يجي، فهمت يعني تحاول تبريدكتيف هذا في نفس الوقت، اما ديما تخليها يعني ديما مور سكيورد يعني تقرب لها لماكسيموم وتجيبها. امور ماكرو تحركات في الماب وكذا شنو مشيت صافا مشيت صافا على الاخر، اما نحبك ديما شفت قد عندك تي بي حاول ديما افويدي تقعد مع التيم تاعك، حاول ديما يعني اربح افونتاج باش تز اكس بي وكل شيء في السايد لينز تبدا وحدك، هاك عندك فري فارم وفري اكس بي ومن بعد تيليبورت. اوكي نايس تبدا فما حكايتك. اما مشيت تحفون الجيم بكل ليد صغيره اللي عطاها لك نونو، عرفت كيفاش تتصرف في البارتي زبور ياسر. اوكي يعني احنا الخوف نتاعنا بسايلس كي تعدي ايرلي جيم خايب، والايرلي جيم تعدي بيرفكت يعني سي بون. وياسر عندك شي حاجات تحب تضيفهم؟ والله شيء شت صفا جيم حاسس مشيت صح صح جلي تقدم في القدم. صح يا اخوي يعطيك الصحة هذا بفضلك فهمتني. وانتم ما زال يعطيكم الصح شباب خاطر تفرجتوا، ان شاء الله تكونوا استنفعتوا فهمتني من عند خبرة خونا ليو بسايلس فهمتني. عندكش في الاخر حاجه تحب تقول بصفة عامة هكا مع مستقبلك معناها شنو تخمم تعمل كليو معناها؟ لا يعني ان شاء الله نخمم بشركه يعني كونيكسيون تاعي نعاود نستريمي زاد نرجع يعني ما كنت نستريمي قبل عملت كوميونيتي صغيره بعد بطل ان شاء الله نرجع على قريب. باهي باب اوكي تلقاو زاد الليام تاعو موجود في الديسكريبسيون في اول كومنتير فهمني، خلوا له فولو وقت اللي يرضى عليكم ويبدا يتلي ايش اسمه تلي بارتي يبدا ستريم شنو الكاجي شنو الكاجي نستريم هي البرش. اوكي يعطيكم الصحه شباب، زاد يعطيك الف صحه يا لي وشكرا بابا على عايشك فهمتني. وكا ان شاء الله نشوفكم في ابيزود جاي يا شباب، باي اكتبوا لنا في الكومنتات لو شنو تحبوا تشوفوا الرول معناها اللي نلعبوه المره الجايه، ولا شكون تحبوا تشوفوه معنا ككوتش. وكا هواي نشوفوك. Have a good day.